عمل بنائي عفوا للانهار. اول حاجه اسمها الشرفات النهريه او الاسره النهريه. الشرفات النهريه او الاسره النهريه، اول حاجه بيقول لنا تتكون الشرفات النهريه مع تغير منسوب المياه عند الفيضان، كما تتكون على جانبي النهر عندما يجدد النهر شبابه، علما بان الشرفات العليا هي الاقدم من التي اسفلها. الشرفات العليا هي الاقدم من التي اسفلها. طب نشوف الجزئيه ديت اللي هي بيقول لنا تتكون الشرفات النهريه لما بيتغير منسوب المياه عندنا عند الفيضان. انا قلت لكم او مبدئيا بس الشرفات النهريه دي عباره عن ايه؟ عباره عن الفتات اللي بيرسبوا النهر على الجانبين. يبقى الشرفات النهريه عباره عن الرواسب او الفتات اللي بيحملوا النهر، سواء بقى اللي هو ايه، حصى، جلاميد، حبيبات غليظه، حبيبات دقيقه، رمال، غرين، صلصال، وهكذا، اي من الحبيبات دي. يبقى الشرفات النهريه بتتكون من الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي. طب الشرفات النهريه دلوقتي بيقول لنا انها بتتكون مع تغير منسوب المياه عند الفيضان. مبدئيا الفيضان ده بيحصل لما بيزيد منسوب المياه عندنا في النهر، فبالتالي بتبدا الميه الزياده. يعني ايه اصلا عمليه فيضان؟ ان الميه الزياده تخرج من النهر عندنا وتطلع على الجانبين، تمام؟ يعني النهر بيتخلص من المياه الزائده الموجوده فيه. طب تغير منسوب المياه، طب هو مش لما يحدث عملية الفيضان، عملية الفيضان بتخلي منسوب المياه عندنا عالي، المنسوب أو المستوى بتاع المياه عندنا عالي، فخلاص دلوقتي الفيضان حصل، فبالتالي منسوب المياه هيبدأ يقل عندنا، منسوب المياه هيبدأ يقل عندنا. طالما منسوب المياه قل، فبالتالي كده حجم الماء قل عندنا. وانا لسه قايله لكم ان لما حجم الماء بيكون قليل، دي من ضمن العوامل بتاعه العمل البنائي او الترسيبي للانهار، لما حجم الماء بيقل عندنا بتحدث عندنا عمليه الترسيب. فهرجع بقى للنقطه الاساسيه، ترسب عندنا الفتات وترسب الحصى وترسب وترسب كذا وكذا وكذا، فبالتالي تكونت الشرفات النهريه عندنا. يبقى تاني الجزئيه ديت بيقول لنا ان الشرفات النهريه بتتكون مع تغير منسوب المياه عند الفيضان. اول نقطه وضحتها لكم ان الشرفات النهريه ديت عباره عن الفتات او الحصى اللي كان بيحمله النهر، خلاص بدا النهر يرسب الحموله بتاعته او الفتات اللي كان بيحمله وكون لنا الشرفات النهريه. ايه علاقه بقى تكوين الشرفات النهريه ديت مع منسوب المياه عند الفيضان؟ قلت لكم ان الفيضان لما بيكون موجود لسه ما حصلش فيضان، لكن الفيضان ده بيعبر ان منسوب الميه عندنا عالي، تمام؟ فبالتالي الفيضان ده هيبدا يحدث، يعني النهر هيتخلص من الميه الزياده الموجوده فيه، فهيبدا يلقي الميه الزياده دي على الجانبين بتوع النهر، فلما الميه الزياده تطلع من النهر فبالتالي هيتغير عندنا منسوب المياه وهيقل. فلما منسوب الميه عندنا قل، فده معناه ان حجم الميه قلت كمان عندنا، فطالما حجم الميه قل فهيحدث عمليه ترسيب. وكمان بيقول لنا ان العامل الاخر في تكوين الشرفات النهريه عندما يجدد النهر شبابه، دي العامل الثاني، يعني هناخدها بس قدام شويه، لكن بيقول لنا ان الشرفات العليا اقدم من التي اسفلها. دي الشرفات القديمه، الجزئيه دي ودي مع بعض دي اسمهم الشرفه، هي بتتكون من الجانبين، لكن دي يعني مثلا ما اقولش اللي على الجانب الايسر دي شرفه والجانب الايمن شرفه، لا، هما الاثنين مع بعض شرفه واحده. ودي كمان دي الشرفه الوسطى ودي الشرفه الحديثه، يعني دي اللي تكونت في النهايه وده عندنا مجرى النهر الحالي الحديث. بيقول لنا يمكن رؤية هذه الشرفات الموجودة، يعني الأمثلة بتاعة الشرفات أو الأسرة النهرية دي، أو المثال عندنا في الوجه القبلي على جانبي النيل، وتاني مثال عندنا في وادي فيران في الطريق إلى سانت كاترين في سيناء. يبقى أول مثال على جانبي النيل في الوجه القبلي، وتاني مثال إن هو وادي فيران في الطريق إلى سانت كاترين في سيناء. كده خدنا معاكم أول عامل أو ناتج من نواتج عملية الترسيب أو العمل البنائي للأنهار. تاني مثال معانا اللي هو تكوين الدلتا. تكوين الدلتا
بيقول لنا تشبه الدلتا الحرف اللاتيني دلتا، والرمز ده كان بيستخدموه او ما زال لحد الان بيستخدم في الحسابات الرياضيه والفيزيائيه وهكذا. بيقول لنا تشبه الدلتا الحرف اللاتيني دلتا وتتكون، اللي هو شكل مثلث ده، وتتكون عند تلاقي مياه الانهار بمياه البحار والبحيرات، فيترسب ما تحمله هذه الانهار من مياه. يعني ايه الجزئيه دي؟ يعني احنا عندنا في نهر زي نهر النيل على سبيل المثال قريب من البحر المتوسط، يبقى كده توفر عندنا الشرطين بتوع تكوين الدلتا. النهر ده محمل بالفتات والرواسب الموجوده فيه، فبالتالي لما يقترب او يكون النهر قريب من البحر وتضعف قدرة النهر على حمل الفتات الموجودة فيه، فهيبدأ يرسب الفتات والحصوات الموجودة فيه، فهيرسبها فين؟ في أقرب مكان له ألا وهو البحر. يبقى تاني عندنا نهر قريب من البحر، النهر ده فيه فتات وفيه رواسب، لكن حصل عندنا حاجة خلت النهر السرعة بتاعته تقل، فطالما عامل النقل عندنا ضعف أو قل فهيبدأ يرسب ما يحمله من فتات، هيرسب الفتات ده في أقرب مكان له ألا وهو البحر، فالبحر المتوسط عندنا هيبدأ يترسب فيه الحمولة بتاعة النهر. فبالتالي نتيجة ترسيب الرواسب بتاعة النهر في البحر هتتكون أو هتترسب على الشواطئ بتاعة البحر، وده بيساعد عندنا في تكوين الدلتا. يبقى ده هو السبب في تكوين الدلتا. يقول لنا لكي يتم تكوين الدلتا يلزم خلو البحر من التيارات الشديدة، ده معناه ان البحر عندنا يكون ساكن، لازم البحر عندنا يكون ساكن، لان لو البحر مش ساكن يعني بيتميز بالتيارات الشديدة، ده عمره ما هيكون عندنا الدلتا، فلازم عندنا البحر يكون خالي من التيارات الشديدة يعني ساكن. وعندما يكون البحر كثير التيارات ويميل قاعه للهبوط لا تتكون دلتا النيل. يبقى امتى تتكون دلتا؟ طب جاب مثلا سؤال وقال احنا عندنا نهر بالقرب من البحر، والنهر ده بدأ يضعف عامل النقل ده عندنا اللي هو النهر، وهيبدأ يرسب الفتات بتاعه، لكن البحر عندنا فيه تيارات شديدة، هل تتوقع تكوين الدلتا في هذه الحالة؟ لا طبعا، طالما البحر عندنا بيتميز بالتيارات الشديدة وما هوش ساكن والقاع بتاعه بيميل للهبوط، فبالتالي ده لا يساعد على تكوين دلتا الأنهار، ولكن يكون مصبا عاديا فقط حيث تكتسح التيارات ما يرسبه النهر. بيقول لنا قد يتفرع النهر في سهل الدلتا إلى فرعين أو أكثر كما كان في دلتا النيل قديما. دي الدلتا بتاعت النيل بس دي الموجودة حاليا، لكن قديما كانت متفرعة لسبعة أفرع، ثم حصل اندثار أو ردم مثلا أو كده لخمس أفرع فيها، وأصبح موجود فرعين بس اللي هم فرعي رشيد ودمياط. فبيقول لنا قد يتفرع النهر في سهل الدلتا إلى فرعين أو أكثر كما كان في دلتا النيل قديما. يعني دلتا النيل قديما كانت بتتميز بوجود سبع أفرع تصب في البحر، ثم اندثرت هذه الفروع تدريجيا بما رسبه النهر فيها، ولم يبقى الآن إلا فرعي رشيد ودمياط. دلوقتي هيقول لنا الرواسب بتاعت الدلتا الشاطئية دي. بيقول لنا جدير بالذكر أن رواسب الدلتا الشاطئية هي الرواسب الدلتاوية بمنطقة الدلتا وتمتد شمالا لأكثر من 10 كيلومتر داخل البحر المتوسط فيما يسمى بمخروط دلتا النيل أو الدلتا النهرية. يبقى تاني بيقول لنا أن الرواسب بتاعت الدلتا الشاطئية دي بتعرف بأنها رواسب دلتاوية بمنطقة الدلتا، رواسب دلتاوية بمنطقة الدلتا. الرواسب دي بتمتد شمالا لأكثر من 10 كيلومتر موجودة داخل البحر المتوسط، وبتسمى عندنا أو بتمثل أو بتشكل عندنا شكل يعرف بمخروط دلتا النيل. وبيقول لنا إن الرواسب برضو بتاعت الدلتا الشاطئية هي رواسب مصنفة ومتدرجة مع زيادة العمق من حصى ورمال قرب الشاطئ ثم غرين ثم صلصال في المناطق الأعمق. قلت لكم إن الحصوات بتاعت
الحصى والرمال اللي هي بتكون كبيرة في الحجم دي بترسب على طول قرب الشاطئ، لكن الغرين والصلصال لسهولة حمولته أو لخفة وزنه عندنا فده بيترسب في المناطق الأعمق. وبيقول لنا إن الرواسب بتاعة الدلتا الشاطئية دي إنها تحتوي على رواسب معدنية بتمثل قيمة اقتصادية زي الذهب والماس والقصدير والألمنايت، يطلق عليها الرمال السوداء. يبقى خلاص عرفنا الرواسب بتاعة منطقة الدلتا، وعرفنا إنها مصنفة ومتدرجة حسب حجمها مع زيادة العمق طبعا أو اختلاف العمق عندنا في المجرى عندنا. وقلنا إن الرواسب بتاعة الدلتا دي الشاطئية بتحتوي على رواسب معدنية تمثل قيمة اقتصادية زي الذهب والماس والقصدير والألمنايت، ودول بيطلق عليهم الرمال السوداء. الصورة اللي احنا شايفينها قدامكم دي سهل الدلتا، ودي الحصى والرمال لصغر حجمهم أو لكبر حجمهم عفوا فاترسبوا في البداية بالقرب من الشاطئ. ده سطح البحر، ودي الطبقات اللي اتكونت نتيجة تكوين مخروط الدلتا، وده الطين والطين اللي هو بيمثل الغرين والصلصال في المناطق العميقة والبعيدة عن الشاطئ. بيقول لنا تظهر الرمال السوداء في جمهورية مصر العربية في منطقة شمال الدلتا، يعني عندنا الرمال السوداء دي موجودة في شمال الدلتا، وكمان موجودة على الساحل من رشيد وحتى العريش شرقا. والرواسب ديت أو الرمال السوداء دي بتحتوي على معادن المونازايت، ومعدن المونازايت ده معدن مشع لأنه يحتوي على عنصر مشع زي اليورانيوم والألمنايت والزركون. دول المعدنين دول بيحتووا على عنصر الزركونيوم وبيستخدموا في صناعة السيراميك، بيستخدموا في صناعة السيراميك. يبقى تاني الرمال السوداء دي أماكنها فين في مصر عندنا؟ موجودة في منطقة شمال الدلتا وعلى الساحل في المسافة من رشيد وحتى العريش شرقا. طب تمام، طب الرمال السوداء دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من حاجتين. اول حاجة او بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على معدنين اللي هي معادن المونازايت، ومعادن المونازايت دي معادن مشعة نتيجة احتوائها على عنصر اليورانيوم المشع. وتاني معادن معانا او تاني نوع من المعادن معانا اللي هي الألمنايت والزركون، ودول بيحتووا على عنصر الزركونيوم وده بيستخدم في صناعة السيراميكيات. دلوقتي احنا خلصنا معاكم العمل الهدمي واخدنا العوامل بتاعته، وخلصنا العمل البنائي او الترسيبي واخدنا العوامل بتاعته. دلوقتي هننتقل لجزئية جديدة اللي هي تسمى عمل النهر في مراحله المختلفة. يعني ايه عمل النهر بس مبدئيا في مراحله المختلفة؟ هو النهر بالضبط بيمثل او بينقسم لعدة مراحل زي طبيعة الإنسان بالظبط، هي مرحلة الشباب وبعد كده مرحلة النضوج وبعد كده مرحلة الشيخوخة. لكن في مرحلة أخرى بيتميز بها النهر اللي هي مرحلة التصابي. يعني إيه التصابي؟ يعني إن هو يرجع شباب مرة تانية. فبيقول لنا لكل نهر دورة تشمل التغيرات المختلفة، لكل نهر دورة تشمل التغيرات المختلفة. يعني مرحلة الشباب فيها مميزات وتغيرات بتحصل فيها للنهر غير مرحلة النضوج غير الشيخوخة غير التصابي. فبيقول لنا لكل نهر دورة تشمل تغيرات مختلفة تطرأ عليه وتشمل عدة مراحل. أول حاجة مرحلة الشباب، ثم النضوج، ثم الشيخوخة، ثم مرحلة التصابي أحياناً. أول حاجة اللي هي مرحلة الشباب أو المرحلة معانا اللي هي في بداية تكوين النهر تسمى مرحلة الشباب. بيقول لنا يشتد فيها حفر الجداول، يعني دي المظاهر أو الأشكال الجيولوجية اللي تتكون عندنا. بيقول لنا مرحلة الشباب يشتد فيها حفر الجداول والوديان والفروع، ويمتاز النهر فيها بسرعة تياره وعدم انتظام انحداره. يعني النهر هنا بتكون حركته سريعة، المياه اللي فيه بتكون حركتها سريعة وعدم انتظام انحداره، يعني شوية بتكون قليل الميل وشوية كثير الميل أو منحدر بشكل كبير وهكذا. وبيقول لنا يزداد فيها النحت ويقل الترسيب، يعني تزداد عندنا عملية التفتيت والتكسير
ويقل الترسيب بتاع الفتات. لان يعني ايه مرحله شباب؟ يعني النهر عندنا بيتميز باقوى مراحله، بيكون البحر النهر نشيط جدا، المياه اللي فيه سريعه، فبالتالي قلنا ان هي سرعه المياه لما بتقل فبيبدا يحدث عندنا عمليه ترسيب. طب عندنا هنا البحر سرعته كبيره او النهر سرعته كبيره، فدلوقتي ما فيش عمليه ترسيب، فبالتالي بيقول لنا هنا طالما ما فيش ترسيب فاكيد في نحت معوض ليها. يعني لازم هما الاثنين، طالما ده قليل يبقى ده كتير، يا اما الاثنين هيوصلوا لمرحله انهم يتساووا مع بعض. فتاني بيقول لنا ان المرحله دي الاشكال الجيولوجيه اللي بتتكون فيها هي حفر الجداول والوديان والفروع. وبيقول لنا ان النهر في المرحله بتاعت الشباب لانه بيكون في اقوى مراحله بتتميز بان سرعه المياه فيه بتكون شديده، يعني يتميز بسرعه تياره وعدم انتظام انحداره، يعني شويه قليل الميل وشويه كثير الميل. وبيقول لنا يزداد فيها، قلت لكم طالما سرعه عاليه يعني ما فيش عملية ترسيب فبيعوض مكانها عملية النحت. بيقول لنا يزداد فيها النحت ويقل الترسيب، وبالتالي هيؤدي إلى تكوين بحيرات ومساقط المياه اللي هي الشلالات اللي احنا خدناها معاكم نتيجة اختلاف الصلابة بتاعة الصخور. وبيقول لنا تتسع الأخاديد إلى وديان، والقطاع عندنا أو شكل النهر عندنا بيكون شكل في ضيقة، الشكل بتاعه بيتميز بشكل او مجرى النهر عندنا بيكون الشكل بتاعه في ضيقة. وبيقول لنا تظهر هذه المرحلة ظاهرة أسر الأنهار اللي هي ريفر كابتشر. يبقى تاني مرحلة الشباب زي ما قلنا لكم كده اللي هي سرعة التيار بتكون عالية والانحدار بتاعه غير منتظم، والنهر بيكون في أقوى مراحله في الحالة ديت، وبالتالي بيكون القطاع أو شكل المجرى بتاع النهر على شكل في ضيقة. بيقول لنا إن ظاهرة أسر الأنهار دي تنشأ من تفاوت الأفرع في النهر، يعني في اختلاف في الأفرع في النحت عندنا، وبذلك يكون مستوى ماء الفرع ذو النحت القوي أقل في مستواه من الفرع الآخر. يعني تخيل عندنا فرعين، الفرعين دول بيحدث فيهم عملية نحت، لكن واحد بمعدل أقوى من التاني، يعني عملية النحت في أحد الفرعين أقوى من التاني، فبالتالي المستوى بتاع الفرع ذو النحت القوي هيكون مستوى المياه فيه أقل من المستوى بتاع النحت في الفرع الآخر، وبالتالي يعتبر مصبا له. يعني الفرع التاني ده اللي هو أقل في المستوى، يعني تخيلوا معايا عندنا فرعين، فرع في مستوى المياه عالي والفرع الآخر أقل في المستوى بتاعه، فبالتالي الفرع اللي فيه المياه عالية أو المستوى بتاعه عالي هيبدأ يصب في الفرع اللي فيه النحت أقل أو مستوى المياه فيه أقل، وهكذا يأسره. وفي نهاية هذه المرحلة يصبح مستوى انحدار النهر كبير، يصبح مستوى انحدار النهر كبير. كده خلصنا معاكم مرحلة الشباب للنهر. هننتقل لمرحلة النضوج. مرحلة النضوج نتخيل فيها أو ن... يعني أيوة نتخيل فيها إن أكيد السرعة بتاعته هتقل عن السابق، السرعة مش هتكون زي الأول. فبيقول لنا إن مرحلة النضوج يتسع الوادي إلى أقصى مدى، هيزيد هنا اتساع الوادي، يعني هو في البداية كان على شكل المجرى بتاعه على شكل في ضيقة، لكن هنا يتسع إلى أقصى مدى ويسير القطاع على شكل في متسعة. وفي المرحلة بتاعة الشباب قلنا عشان النهر سرعته كبيرة فبالتالي عندنا معدل النحت كان بيزيد عن معدل الترسيب، لكن في مرحلة النضوج بيقول لنا إن هو يتساوى فيها معدل النحت والترسيب، يتساوى فيها معدل النحت والترسيب، وتكثر في هذه المرحلة عملية التعرجات والالتواءات النهرية اللي هو سميناها بالمياندرز، وكذلك البحيرات القوسية برضو قلنا عليها، وتختفي الشلالات. يعني تختفي الشلالات في المرحلة دي، لكن هتكون الشلالات موجودة في مرحلة الشباب. يبقى مرحلة الشباب بتتميز الشلالات والأخاديد وهكذا، لكن مرحلة النضوج بتنعدم فيها الشلالات ولكن بتتميز بوجود التعرجات والالتواءات النهرية اللي هي المياندرز وكذلك البحيرات القوسية. هننتقل دلوقتي لتالت مرحلة. كده خلصنا الشباب والنضوج، مرحلة الشيخوخة. فنتوقع إن النهر هيكون فيها
سرعته ضعيفة وقدرته على حمل الفتات هتقل طبعا. فمرحلة الشيخوخة قلنا يقل انحدار النهر وبالتالي هتقل السرعة بتاعته. يعني ايه يقل انحدار النهر؟ يعني المستوى بتاع المية عندنا هيصبح قريب للأفقي أكتر من الرأسي، المستوى بتاع المية هيصبح أفقي أكتر من كونه رأسي كان في مرحلة الشباب. فبيقول لنا يقل انحدار النهر وتقل سرعة سريان المياه فيه. طالما قلت السرعة بتاعة السريان يعني ضعف عامل النقل عندنا، فبالتالي هيبدأ يحدث عملية ترسيب. وأنا قلت لكم في أي مرحلة يا إما هيتساوي الترسيب والنحت مع بعض، يا إما واحد هيعوض مكان التاني، فعملية الترسيب هنا هتزيد فبالتالي تقل عملية النحت. يقل عملية النحت أو التفتيت أو التكسير وتزداد الترسيب. وبيقول لنا تسمى المنطقة التي يؤول إليها أو يقترب إليها مجرى النهر بالسهل المنبسط، بتسمى المنطقة التي يؤول إليها مجرى النهر بالسهل المنبسط. ويسمى النهر شيخا ويكون قطاع النهر على شكل قوس ويقل التقوس كلما اقتربنا من المصب. شكل قوس لأنه نتيجة اتساعه، فخلاص شكل في عندنا المتسع اللي كان في مرحلة النضوج لما يتسع مرة أخرى هيكون عندنا شكل قوس بقى، مش هيكون شكل في وهكذا، هيكون الشكل بتاعه قوس. وبيقول لنا يقل التقوس كلما اقتربنا من المصب. رابع مرحلة معانا وهي الأخيرة بيقول لنا مرحلة تصابي الأنهار. تصابي الأنهار يعني خلاص هو وصل لعملية الشيخوخة في المرحلة السابقة، هيبدأ يعيد نشاطه مرة تانية وعشان يرجع لمرحلة الشباب. ولازم طبعا الشرط لازم يكون فيه شروط عشان النهر يقدر يتراجع مرة أخرى عن مرحلة الشيخوخة ويرجع لمرحلة الشباب. بيقول لنا هناك عوامل جيولوجية، هي دي العوامل بقى اللي هتساعد النهر ان هو يرجع لمرحلة الشباب مرة تانية. بيقول لنا هناك عوامل جيولوجية تعيد إلى الأنهار شبابها كما كانت بعد أن تبلغ مرحلة الشيخوخة، ويحدث ذلك عندما تنشأ حركات أرضية رافعة بالقرب من منطقة المنبع. ويحدث ذلك عندما تنشأ حركات أرضية رافعة قريبة من منطقة المنبع وعند اعتراض مجرى النهر طفوح بركانية، فيزداد انحدار مجرى النهر وبالتالي تزداد سرعة تيار المياه. يعني إيه الكلام ده؟ دلوقتي في عوامل جيولوجية هتعيد النهر تاني مرة أخرى لمرحلة الشباب بعد أن كان وصل لمرحلة الشيخوخة اللي هي بتسمى يعني تصابي الأنهار. ممكن يجي لنا تعريف مثلا، عارف تصابي الأنهار دي عملية أو حدوث عمليات جيولوجية تعيد النهر مرة أخرى لمرحلة الشباب بعد أن وصل لمرحلة الشيخوخة. إيه بقى العاملين دول؟ أول حاجة حدوث حركات أرضية رافعة بالقرب من منطقة المنبع، حدوث حركات أرضية رافعة بالقرب من منطقة المنبع. تاني عامل معانا اللي هو اعتراض مجرى النهر لطفوح بركانية، في طفوح بركانية هتنشأ. طبعا احنا عارفين ان البراكين ايا كانت مثلا دائمة الثوران او هكذا، فبتحدث مكان مناسب لحدوثها اللي هو الانهار، فممكن يحدث عندنا طفوح بركانية. فتخيلوا ان مجرى النهر او المياه كانت ماشية مثلا بصورة مستمرة كده، فاعترضها طفوح بركانية. تمام، فطالما طلع قدام فالطفوح البركانية دي اللي هي بالنسبة لنا تمثل عائق أو حاجز اعترض النهر عندنا، فبالتالي كده هيضعف سرعته وهتقل. فلما المية تبدأ، هي دلوقتي أول ما وصلت للمرحلة أو المنطقة اللي حصل فيها البركان هتبدأ تقل. طب تخيلوا المية دي اتعدت بقى من المنطقة اللي حصل فيها بركان، أكيد هتعدي بسرعة كبيرة عما كانت فيه السابق. فطالما هتعدي بسرعة أول ما تعدي من منطقة البركان هتزداد سرعتها مرة تانية. فلو تفتكروا إن إحنا قلنا أو زيادة سرعة المياه دي اللي هي مميزة جدا لمرحلة الشباب اللي بيكون فيها النهر في أقوى مراحله، فبالتالي يزداد انحدار مجرى النهر وبالتالي تزداد سرعة تيار الماء، فهتزيد عملية النحت عندنا أكبر من عملية الترسيب وهيبدأ النهر ياخد شكل في مرة أخرى. فبيقول لنا في المرحلة دي هيبدأ يزداد هيبدأ النهر في النحت من جديد، يعني هيزداد عملية النحت عندنا، وكمان يستأنف النهر تعميق مجراه
بينما يقلل التآكل الجانبي أو يتوقف نهائيا ويصبح القطاع على شكل شرفات نهرية. يبقى يبدأ النهر في النحت من جديد لأنه استعاد قوته مرة تانية، ويستأنف النهر التعميق بتاع المجرى بتاعه كلنا، بينما يقل التآكل الجانبي أو يتوقف نهائيا ويصبح القطاع على شكل شرفات نهرية. في بقى معلومة صغيرة دلوقتي، بيقول لنا قطاع النهر أو البروفايل، قطاع النهر أو البروفايل بيقول لنا يعتبر شكل، أو يلاحظ أن شكل القطاع أو البروفايل يتغير بتغير عمر النهر. طبعا زي ما قلت لكم، في مرحلة الشباب كان على شكل في ضيقة، هو ده المقصود بيها اللي هو قطاع النهر أو البروفايل، يعني كان في مرحلة الشباب على شكل في ضيقة، بعد كده مرحلة النضوج شكل في واسعة، بعد كده في مرحلة الشيخوخة ادانا شكل قوس وتنازل تماما عن شكل الفي سواء واسعة أو ضيقة. بيقول لنا إن النهر ينحت في مجراه بشدة عند المنبع، ويساعد ذلك عوامل التعرية في هذه الأماكن الرطبة، ويصبح القطاع شكله شكل في. يبقى النهر لما بيقترب من المنبع بيبدأ يعمل عملية نحت ليه مجراه، وبيساعد ذلك عوامل التعرية في هذه الأماكن الرطبة. وبيقول لنا عند المصب يصبح مستوى القطاع قريبا من المستوى الأفقي، أي في مستوى سطح البحر، يكون قطاع النهر على شكل قوس، ودي مميزة لمرحلة الشيخوخة. وبكده نكون خلصنا حصتنا.